الحقيقة أنا شايفة الملتقى ده ملتقى مهم جدا، وياريت يكون فيه زيه يعني كل سنة حاجات ملتقى يتكرر كتير. الحقيقة دور وزارة الزراعة هام جدا في تسويق المنتجات الزراعية. احنا دلوقتي بنهدف إلى تشجيع المنتج المحلي وبالذات في السلع الغذائية. دور وزارة الزراعة في هذا المجال وخصوصا مركز البحوث الزراعية هو طبعا مهم جدا. مركز البحوث الزراعية من أهم المراكز البحوث الزراعية التطبيقية في مصر. المركز الحقيقة متخصص في جميع فروع الزراعة، ومعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية هو المعهد المنوط بالجزء الخاص بتكنولوجيا الأغذية وتسويقها وتصنيعها. علينا جميعا كمسؤولين نتجه نحو المزارع اللي هو صاحب الحيازات الصغيرة. المزارع صاحب الحيازات الصغيرة محتاج يعرف ازاي يزرع صح، ازاي نوع يستخدم مبيدات صح، ايه المبيدات اللي يستخدمها، البذور والشتلات القوية اللي ما تخليش النبات يبقى ضعيف ومحتاج كده، السماد يعطى في الوقت الصح بالمقننات السليمة. مفيش اي مشكلة ان هو يتحمل اسعار كل ده، انما في الاخر لو هو ما عملش كده كلنا وقعنا. الملتقى ليه أهمية كبرى جدا، وخصوصا الملتقى احنا يعتبر تحدي، احنا عاملينه في معرض فود افريقيا في وسط 300 شركة. هذا ما يعني حضرتك قد ايه كمية التحدي، ان احنا كمركز بحوث وابحاث بننادي الشركات انها تشوف ابحاثنا التطبيقية. زي ما حضرتك شفت المنتجات كلها حاجات بسيطة، حاجات كلها طبيعية بعيدا تماما عن اي حاجة صناعية. فانا بعتبره دي بداية للابحاث التطبيقية ان الشركات تبتدي تشوف شغلنا.